لساعات قنفود البحر أو لساعات قدي البحر ما كيعرفو إلا اللي تعد أو تقرص من هاد جوج. الآن هاد لساعات غادي يتكلمنا الدكتور أشرف الودغري الإدريسي أخصائي طب الجلد والرباط. صباح الخير دكتور. صباح الخير أختي هان وجميع مستمعين الإذاعة الوطنية. شكرا لك دائما دكتور. إذن نبغيو غير تقولين شنو هاد بعد هاد قنفود البحر وشنو هاد قنديل البحر نعرفوهم؟ يعني يمكن اختارنا لساعات ديال قنفود البحر وقنديل البحر لأنهم كانوا بدي كنشوفوا الناس اللي كيتعرضوا لهم أكثر، ولكن كان واحد العدد ديال الحيوانات اللي كانت تعيش في لافون البحرية واللي كيمكن لها تشكل في بعض الأحيان بعض الخطورة على المصطافين ولا الناس اللي كيسبحوا في الشاطئ بالأخص هذه الفترة ديال الصيف. وباقي الناس يعني هذا الأسبوع باقي الناس كيستافدوا من هذا الأسبوع هذا. فعلا وصراحة شفنا واحد العدد كتير ديال الحالات عندي في العيادة أو الناس الأطباء الاختصاصيين اللي تكلمت معهم، فاستقبلنا واحد العدد لا بأس به من الحالات ديال اللساعات من هاد الحيوانات البحرية. داكشي علاش تنظن مزيان نوعيو الناس من الخطورة والمكامن الخطورة في حالة ديال هاد اللساعات. قنفذ البحر اللي هو لوحة فهو موجود كتير وكيكون مختبئ في بعض الأحيان الصخور البحرية اللي كتكون في الشاطئ، فهو حيوان اللي موجود بكثرة وفي جميع الأنواع ديال الشواطئ، ويمكن داك الشوك ديالو يشكل بعض المشاكل للمصطافين. أما قنديل البحر فهو مائي بالخصوص، يعني كنلقاهوش على الشاطئ في بعض الأحيان كنلقاوه في الشاطئ في الجهة المائية ديالو، وهو تهو حيوان بحري اللي عنده ما يسمى بلي تونتاكول، يعني واحد الأدرع ديالو اللي كيمكن كتحتوي على بعض التكيدات وبعض الانزيمات اللي الى تم اللسع ديال الانسان ولا ترانسميسيون، يعني الى دوز الانسان هذيك الانزيمات ديالو فهذيك الانزيمات عندها واحد الخاصيات يمكن لها تشكل بعض الخطوره على الانسان. نعم، ملي كتحدث اللسعه باش كيحس المصاب؟ صراحة هنا اللي بغينا نفسروا للمستمعين ديالنا هي أنه هذه اللسعة يمكن لها تأخذ واحد المنحيين، ممكن يكون منحى بسيط يعني الأعراض غادي تكون محلية وما غتكتسيش واحد الخطورة ولا واحد الكيفية كبيرة. هنا غادي يكون اللسعة إلى خدينا أولا لاميدوز يعني القنديل البحر، فاللسعة ديالو غادي تكون مسؤولة عن ظهور بعض الألم أولا، فاللسعة معروفة كتكون مؤلمة يعني وممكن لها تكون في ما أنه تيكون في الماء ماشي بحال قنفذ البحر اللي اللسعة ديالو في غالب الأحيان كتكون في الرجل أو في اليد بالنسبة للناس اللي كيديروا الصيد. فلاميدوز قنديل البحر في غالب الأحيان ممكن لها تقيس جميع المناطق ديال الجسم، لأن كل إنسان كيسبح يمكن له يتعرض للسعة بما في ذلك الوجه. وهنا كيكون ألم، كيكون انتفاخ، يقدر يظهر واحد التورد ديال المنطقة اللي تعرضت للسعة، كيكون حمرار كبير. وفي بعض الأحيان كيمكن تخوفوا منها كيمكن يظهر محليا انسيمون نزيف أو في الحالات القصوى ظهور ما يسمى بالنخز يعني الميكروز تظهر في المنطقة اللي تعرضت للسعة، وهذا دليل على وجود واحد الخطورة محلية ديال اللسعة. هذا ما يشمل الأعراض المحلية. في بعض الأحيان وهذا اللي كان بغينا نوصله للمستمعين ديالنا، يعني يمكن هذه الأعراض المحلية تصاحبها أعراض ما يسمى ديسين جينيرو يعني عامة وهي اللي كتشكل الخطورة، يعني يقدر الإنسان بالإضافة لهذا الشيء اللي تكلمنا عليه يحس بواحد الألم في الرأس، الألم في المفاصل وفي المشكل في العضلات، يمكن يحس بواحد أمالاز يعني واحد دوخة
يتزير في التنفس ديالو، يحس بان القلب ديالو ما كيضربش بواحد الطريقه واحد الكيفيه منتظمه. فهنا خاص الواحد الحيطه وخاص الواحد يمشي باسرع وقت للجورجونس او تكون واحد الاستعانه بالطبيب باش يشوف واش ما كاينش واش هاد اللسعه وهاد الانزيمات اللي تكلمنا عليها ما تسبباتش في واحد الحساسيه عامه في الجسم ديالو اللي كتستدعي الاستعمال بعض الأدوية المحددة. طيب واش جميع الناس كتسرع عليهم هذه الأعراض أو لكن الناس اللي مصابين بعض الأمراض المزمنة إذا بغينا نقولوا السكر بغينا نقولوا يعني القلب واش ممكن أنهم يتعرضوا أكثر وأكثر حدة لهذه الأعراض هذه؟ فعلا سؤال وجيه جدا بحيث أن ماشي كاع الناس غادي يكونوا يرياجيو هكا ماشي كلهم غادي يعني كاين اللي اللسعة ديال القنديل البحر غتشكل له فقط أعراض محلية واللي محدودة اللي يمكن تختفي في بضعة أيام يومين ثلاث أيام. وكاين بعض الناس ماشي بالضرورة يكون عندهم مرض سكري، مرض سكري يقدر يجعل الناس عرضة أكثر للأمراض التعفنية، ولكن بالأخص بعض الناس اللي غادي يكون التكوين ديالهم كيجعلهم عندهم حساسية لذاك الأنزيمات اللي تحدثنا عليها، وهما اللي غادي بحال قلتي هاد الانزيمات غادي تحدث في الجسم ديالهم واحد الكاسكاد يعني واحد الهاله ديال الجهاز المناعي ديالهم اللي غادي يهيج هاد الجهاز المناعي، غيتم افراز العديد من المضادات الحيويه واحد المسائل اللي كلها تحدث اضطرابات في الجسم. وهذا يعني ما كنقدروش نتنبؤوا له بدقه، يمكن نقولوا مثلا الناس اللي عندهم الربو عندهم الحساسيه اللي عندهم الضيقه هما عرضه اكثر لهذا النوع من الاضطرابات. الناس اللي بحال اللي تكلمتي عندهم يعني مثلا امراض مزمنه اللي يمكن لها الضعف من المناعه ديالهم ممكن حتى هما يكونوا حساسين اكثر. ولكن ماشي بالضروره يعني يقدر يكون انسان عادي كيتمتع بصحه جيده يدير هاد الاضطرابات هذه يعني حتى كيوقع اللسعه لازم يكون واحد لا سيرفيونس واحد المراقبه لمده بضعه ايام حتى كنتاكدوا بان يعني الحمد لله ما كاينش خطوره على الانسان. نعم قبل ما نوصلوا لعند الطبيب واش كاين شي اسعافات اوليه يقدر يقوم بها المصاب بوحده او لا مع شي حد اللي معاه لا كومبانيون ديالو؟ كيفاش ممكن يتعامل مع هذا الاسعاف الحين؟ اذا ما يتعرض بالاعراض المحليه فقبل ما يوصل عند الطبيب يعني ممكن ان الانسان اولا يعمل بعض الاشياء وثانيا يتفادى بعض الاخطاء. لكن بعض المرات كنتوصلوا الناس يعني زادوا تفاقمت الحاله لان ما تمش لو سوا ما كانش ملائم. يعني الاسعاف اللي يمكن له يدار هو اولا الغسل ديال الرجل لان او المنطقه اللي تمت فيها اللسعه. بالنسبه لقنديل البحر يجب تفادي الغسل بالماء البارد. يعني خصو يكون الماء سخون شويه لان الماء البارد كياكتيفي يعني كيهيج داك الانزيمات اللي تكلمنا عليها. اذا يجب تفادي الغسل بالماء البارد. ممكن الاستعانه وهذا تستعرفوها وهذا سيت جيست كوريكت يعني واحد العمليه صحيحه تيديروها الناس بعض الاحيان هي كيغسلوا الرجل بالماء المالح اذا ما كانش الماء السيروم متوفر فالماء المالح لان الملحه عندها واحد لي بروبريتي انتيسيبتيك يعني معقمه. ممكن الاستعانة أيضا بالخل هو ما فيش مضرة ممكن أنه يعطينا واحد الإضافة مزيانة. ويجب وهنا فين أنا سنفضل أنه يتم الاستعانة بالطبيب يجب نزع هذوك لي طونتاكول هذوك الأدرع في حالة ديال القنديل البحر من اللي تيتسببوا في الوخزات فتيتهرسوا بالنسبة تهرسوا في الجلد وتيبقاو في الجلد. وهذوك يجب النزع ديالهم والنزع ديالهم بطريقة صحيحة
من الأفضل يتم الطبيب لأنه غيقوم بها بطريقة معقمة اللي غادي يجعل أنه غادي ينزعد الأدرة أو التنتاكل بطريقة معقمة بلا ما يتسبب في تعفن محلي في المنطقة اللي تعرضت للإصابة. هنا كيجي الدور ديال الطبيب كيفاش كيتعامل مع هذه الحالة ديال هذه الإصابة؟ يجب بحال قلنا تنشوفوا واش ما كي أولا الهم الأول ديال الطبيب هو الاطمئنان على صحة الإنسان يشوف واش ما كاينش أعراض عامة اللي تكلمنا عليها اللي يمكن تشكل خطورة. في حالة إلى هذه الأعراض ماشي موجودة يجب ثانيا نحاول أننا نتفادوا أي تعفن محلي لأن هذاك الأدرع اللي تسربت للرجل فهي جسم دخيل يمكن يتسبب في تعفن محلي. إذا يجب النزع جميع هذوك اللي تنتاكل اللي تهرسات في القدم يجب النزع ديالها بصفة معقمة ثم التنظيف والتعقيم ديال الرجل ثم تنعطيو بعض الأدوية اللي راه يمكنها تهدئ من الالتهاب تهدئ من الألم لأن كيكون الألم واللي يمكن له يتواصل عدة أيام. وثانيا كننبهوا الإنسان إلى أنه في حالة في الحالة ديال قنديل البحر ديال قنفذ البحر كاين في بعض الأحيان كيمكن تكون بعض لي رياكسيون اللي متأخرة لا توصل حتى لشهرين ثلاث شهور ما يسمى بلي غرانيولوم أوخسا اللي هي بعض الحالات اللي يمكن في الأول ما يكونش أعراض كثيرة ولكن شهرين ثلاث أشهر من بعد اللسعات ديال قنفذ البحر كتكون بعض الأجسام في الرجل اللي هي منتفخة بنية اللون وهذه كتستدعي واحد العلاج خاص من طرف الطبيب على واحد الإبر ليتم الحقن ديالها لإذابة هذه الأجسام البنية اللون. طيب بعد النصائح الوقائية احنا كنعرفوا يعني الناس دايما البحر هو يعني المتنفس ديالهم وهي بلاصتهم كيفاش نقي وليداتنا ونقي ريوسنا من هذه اللسعات هذه؟ تنظن الوقاية كتمر أولا يعني ما يحدثش أقل ما يمكن ديال هاد اللسعات. إذا الحماية ديال الرجلين بالأخص الناس اللي مصطافين في شواطئ اللي فيها مناطق صخرية يعني الواحد خصو يكون كيرد البال شوية فين كيحط للرجل ديالو لأن هاد لي زخفان كيكونوا مختبئين. كنعرفوا حنايا وهاد الشيء راه الإذاعات الوطنية تكلموا عليه بزاف البحر الأبيض المتوسط البحر ديالو جميل جدا ولكن بالأخص هاد الصيف هذا كانوا لي ميدوز كان قنديل البحر كان كثير في الشواطئ ديال الشمال المغرب. إذا يجب الحيطة ويمكن الواحد ملي تيكونوا هاد قنديل البحر كثافة يعني يمكن يتفادى الأيام اللي كيكون فيها حتى السلطات المعنية كتعلن بأن البحار الشواطئ ولات قابلة للاستحمام للاستجمام فيها فهذا ديجا وقاية جيدة. الحالة الثانية هي يعني الأطفال يعني هما عرضة أكثر لهذه البشاكل هذه وما كيتحملوش الألم ديالها بنفس الكيفية الناس اللي كبار في السن فيجب الواحد يرد البال للأطفال ديالو. كاين أحذية ديال البحر اللي الواحد الأحذية ضرورية بالأخص يعني هادشي احنا كنشوفوه عند المصطافين في فترة الصيف ولكن بالنسبة للصيادين فهم معرضين على طول السنة لهذه المشكلة هذا وكنشوفوه كنقدروا نشوفوه حتى في أوقات أخرى. إذا هما عندهم أحذية خاصة يرتديوها لتفادي هذه المشكلة هذا وهذه الأحذية يعني ما فيها بس الإنسان يستعن بها من الفترة ديال الصيف. ثالث حاجة هي يعني الاستعانة بالطبيب أولا في الفترة الأولى يعني عند اللسعة إلى ظهرات يعني أي أعراض ماشي عادية بحال واحد العياء كبير بحال واحد ليسونساسيون ديال الدوخة أو الاختناق أو هذه ضروري استعانة بالطبيب. شكرا لك يعني ماشي ما كانش حالة مستعجلة فما فيها بس الاستعانة بالطبيب لاحقا
حتى يتم نزع ديال كاع المسائل اللي يمكن لها تضر بالجسم. شكرا لك دكتور اشرف الودغري الادريسي. غدا ان شاء الله غنتكلموا على المسام المفتوحه وكيفيه الاعتناء بهذا النوع من البشرات. شكرا لك.